وطنية. يبدو أن موسم الحج لهذه السنة لن يمر مرور الكرام، حيث أكد مدير فرعي للمنازعة الجمركية أمس خلال حضوره إحدى الحملات التخصيصية الخاصة بالحجاج، أكد أن كل السلع التي تتجاوز الاستعمال الشخصي سيتم حجزها من طرف الجمارك، ناهيك عن إلزامية التصريح بالعملة الصعبة التي يتم اقتناؤها قبل الذهاب إلى البقاع المقدسة. تفاصيل في ميكروفون جمال ديمبوشا ووليد مهاجري. التصريح بالعملة الصعبة عند الذهاب لابد الحاج أن يكون يملك وثيقة رسمية تثبت الحيازة تاع العملة الصعبة اللي القانون سمح له وين يقدر يعني يحمل معاه 7500 أورو، تكون يثبت شرعية تاعها وتكون عنده وثيقة البنك. وبالنسبة للمتاع تاعو يعني يكون عنده متاع شخصي طبقا لما تقتضيه المادة الخامسة من قانون الجمارك. أما تكون هذه البضاعة ذات صبغة تجارية راح تلزم إدارة الجمارك وين تتدخل وين تقوم بحجز هذه البضاعة. ولهذا نوصي الحجاج الميامين أنه لما يقتنيوا يعني لبعض السلع في الأراضي المقدسة يعني تكون ذات استعمال شخصي، ما تكونش ذات صبغة تجارية.